أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الرئيس اليمني يأمر بفتح الجبهات لدخول العاصمة صنعاء ويؤكد أن اليمن سيعود عربيا وسينتصر على ميليشيات الحوثي. محادثات السلام السورية تستأنف بدءا من الثلاثاء والنظام يدرس مشاركة وفده بمحادثات جنيف. فرنسا تؤيد إنشاء قوة إفريقية للمساعدة في محاربة الإتجار بالبشر. دبلن تعرب عن خيبتها إزاء تراجع لندن عن اتفاق حول بريكسيت. تحليل جديد لدراسات سابقة يفيد بأن الشخص المتزوج أو الذي كان متزوجاً تقل كثيراً فرص إصابته بالخرف مقارنة بمن يقضي حياته عازباً. تناول الجبن يقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات بنسبة تصل إلى 14% وفق دراسة حديثة. وتجربة ناجحة لاستخدام ألعاب فيديو في علاج أطفال يعانون فرط الحركة.